معنا في هذه الفقرة دكتور فهد سمير عباس، أحد الأطباء السعوديين الشباب الموجودين في هذه الظروف في ألمانيا، وبيمارس مشواره الطبي بشكل مستقر جدا، وأيضا بيساهم مع سعوديين آخرين في ألمانيا حول العالم في المساعدة في هذه الظروف. نحن في ساعة شباب بنحاول أن ننقل لكم الصورة بصورة أقرب في هذا اللقاء عبر سكايب مع الدكتور فهد من برلين. مساء الخير دكتور، يا هلا فيك معنا. يا هلا، مساء النور، أهلا وسهلا. بداية خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن تواجدك في ألمانيا، وكيف الأحوال والمستجدات في ظل ظروف جائحة كورونا؟ أنا متواجد في ألمانيا تقريبا من قبل 11 سنة الحمد لله، بداية من مرحلة اللغة، وحاصل الحمد لله على شهادة البورد الألماني لجراحة العظام والحوادث، وبالإضافة للزمالة في جراحة الأورام والحوادث مستشفى برلين الجامعي، وإن شاء الله إن شاء الله أرجع قريب للسعودية لخدمة الوطن. طبعا وضعنا في ألمانيا طبعا الحمد لله أفضل بكثير من مثلا فرنسا وإيطاليا، في أرقام بتزيد بشكل بسيط، بس الحمد لله حالات الوفيات الحمد لله قليلة جدا مقارنة بالدول الأخرى مثلا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. الصورة الحمد لله مش مخيفة، طبعا احنا شفنا صور في مثلا في إيطاليا وإسبانيا، لا هنا في ناس بتخرج، في ناس بتروح تتمشى، بس هنا ملتزمين بالتباعد الاجتماعي. طب هل ما زلت تمارس مهامك اليومية الطبية بشكل اعتيادي أو لا؟ طبعا انا دوري بقسم جراحه العظام، طبعا بتعامل مع مرضى مصابين وغير مصابين بالكورونا، طبعا مع المرضى المصابين بالكورونا في اجراءات مشدده، طبعا في زي يعني مخصص وفي ماسك معين للحالات. وقبل فتره طبعا اشتغلنا في وحده العنايه المركزه وعلمونا على الاجهزه والمعدات في العنايه المركزه، لان لا سمح الله لو انتشر المرض لازم نكون مستعدين، يعني حتى في الجراحه مش يعني مش شرط التخدير والباطنه، الجراحه برضه يكون معاهم يعني ان شاء الله. طب دكتور، بالنسبه لاهتمام سفاره خادم الحرمين الشريفين بكم اسوه بكل المواطنين المتواجدين في خارج المملكه، هل تضعنا في الصوره اكثر؟ انا حاب اشكر السفاره السعوديه بصراحه والمحقيه الخفيف برلين بصراحه، لانه بيهتم بالمبتعثين وفي مرضى موجودين كمان في المانيا فبيهتموا فيهم برضه، يعني بصراحة ما قصروا، بيسألوا عننا وبتواصلوا معنا دائما صراحة، سواء بالاتصالات أو بالإيميلات، فأحب أشكرهم صراحة. طب كلمنا أكثر عن مساعدتك في المستشفيات الألمانية، يعني هل هناك احتياج طارئ بيكون عندكم في القطاع الصحي؟ والله أنا ومجموعة من الأطباء السعوديين الحمد لله في المستشفى هنا في برلين بنساعد زملائنا الألمان في هذه الأزمة. طبعا نحن كأطباء سعوديين إنه أقررنا البقاء على رأس العمل، نساعد زملائنا في المانيا هنا، لانه في هذه الظروف الصعبه بصراحه محتاجين نكون معاهم، وكمان حابين نمثل السعوديه بافضل صوره. طيب، وكمان يعني لاحظنا من خلال متابعتنا لك على مواقع التواصل الاجتماعي دكتور انك بتحاول كمان تقدم استشارات طبيه عن طريق حسابك في تويتر، فخليني اتكلم اكثر عن هذه المبادره منك. والله طبعا انا بنصح الناس الان طبعا بالتباعد الاجتماعي، بس انه يعني الواحد يقعد في البيت في الفتره الحاليه هذه، يعني الواحد بيخرج بس للضروره القصوى طبعا، وانه يعني ان شاء الله ربنا يعديه على خير ان شاء الله باذن الله عما قريب. طب نلاحظ من الارقام انخفاض في نسبه الوفيات في المانيا، فهل هناك تفسير دكتور يعني ما انتشر او ما تفشى الفيروس بشكل رهيب عندكم؟ مؤخرا المشاريع الالمانيه طبعا صرحت بخطاب وقالت فيه انه الوضع في المانيا مستقر والحمد لله، هذا كويس طبعا من الاجراءات اللي بيستخدموها، لانه في اجراءات صراحه سووها الحكومه الالمانيه ممتازه جدا، وطبعا عندهم النظام الصحي ممتاز، يعني عندهم أسرة، عندهم أجهزة طبية، عندهم يعني مستعدين بأفضل صورة، وهذا سبب من الأسباب اللي تخلي الأرقام إن شاء الله عندهم يعني واطية، حتى الوفيات أرقام جدا ضعيفة تعتبر بالنسبة لفرنسا وإيطاليا. طب ماذا عن الإجراءات الاحترازية اللي بتتم في ألمانيا؟ هل هناك مزيد من الإجراءات ممكن تقول لنا عليها دكتور؟ والله هي دحين بالعكس راح تخف بعد كم يوم، راح تخف الاجراءات مثلا، يعني في راح تفتح مدارس تدريجيا طبعا في مراحل معينه، راح يفتح مدارس، المحلات الصغيره راح تفتح برضو طبعا، بس هم لازم انه مع مراعاه التباعد الاجتماعي.
يعني ان شاء الله يعني ما حيكون في اجراءات شديده، بالعكس الاجراءات راح تفتح شويه. رسالتك الأخيرة لكل الشباب والبنات المبتعثين خارج الوطن دكتور، إيش ممكن تقول لهم؟ انهم نمثل يعني وطننا بصوره حلوه. احنا بصراحه بنشتغل، يعني في سعوديين كثيرين في المانيا هنا، بنشتغل وبنأدي واجبنا بصراحه بشكل كويس. ان شاء الله ربنا يعني ربنا يوفقنا ويساعدنا ونطلع بالصوره الحلوه كمان ان شاء الله. بإذن الله، أنتم فخر للسعودية. شكرا لك دكتور فهد، والله يطمننا عليكم، يا رب ترجعوا بالسلامة. شكرا جزيلا دكتور. شكرا، مع السلامة. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين.